في الدورة 50 لمهرجان قرطاج الدولي ما يميزها هو أنها برمجة ستتواصل انطلاقا من الدورة ولكن ستتواصل بعد المهرجان هوني يعني في السيت دو كارتاج. احنا اعلنا انه المهرجان يبدا في 10 جويلية وينتهي في 16 اوت. سيكون كذلك هناك محطات اخرى مهمه جدا وفريده لانها ستكون لاول مره في تونس نعلن عليها في اختتام الدوره ان شاء الله. وان شاء الله ستكون بمناسبه 500 مهرجان كارتاج في سبتمبر او اكتوبر القادم ان شاء الله. بالنسبة كذلك للبرمجة ما يميزها هو أنه إلى جانب العروض اللي ستقدم على الركح المسرح الأثري بقرطاج سيكون هناك جانب جديد حبينا نقدموه السنة هو كارتاج أور لي مور. بالتحديد سيكون هناك بعض العروض في متحف قرطاج عروض تتميز بمواضيع معينة مثل الأغاني الخالدة للأصوات النسائية التونسية لنبيها الكراولي، مثل سهرة للأغنية الملتزمة، مثل معرض من الصين، مثل الدبكة الفلسطينية وغيرها من العروض. والجديد أنه العروض هذه ستقدم لما يكون هناك اوف في مسرح كارتاج، يعني وقت اللي ما فماش عروض في المسرح الكبير نمشيو للمتحف قرطاج حتى نشاهدوا العروض هذه. ينطلق اذا المهرجان في المسرح الاثري بقرطاج يوم 10 جويليه بعرض لاول مره اون بروميير مونديال للفنان الكبير انور ابراهيم يوم 10 جويليه. 11 جويليه ان شاء الله عندنا لقاء مع الرقص الهندي والبوليوود اكسبريس. رسالة سلام هو عرض مشترك ما بين الشيخ حاتم الفرشيشي ومجموعة من مصر واندونيسيا، ان شاء الله نشوفوه 12 جويلية. هو عرض صوفي. 14 جويلية ونحن نحتفل بالفنانين التوانسة الكل، عرض على الخضرة نغني اج دور دو لا شانسون تونيزيان، إدارة الفنان زياد غرسة مع جمعية قرطاج للمالوف يوم 14 جويليا. ثم يوم 16 جويليا جورج بنسون. يوم 19 جويليا يكون لقاءكم مع نانسي عجرم. 22 جويليا مع الفنان الكبير لأول مرة في تونس ياني. 23 جويليا سيكون الموعد مع أيامي. 24 جويليا الجزء الأول الفنان التونسي محمد الجبالي، الجزء الثاني الفنانة اللبنانية كارول سمحة. 15 جويليا جمهورية للجميع. 25 جويليا سامحوني 25 جويليا عرض جمهورية للجميع تقديم شكري بوزيان وثلة من الفنانين التونسيين. ثم 26 جويليا ألف رقصة ورقصة من العالم. العرض هذايا فيه أكثر من 20 جنسية وأكثر من 20 رقصة. 27 جويليا اللقاء سيكون مع شيمان بادي كجزء أول من السهرة، ثم ناتاشا سان بيير. 29 جويليا يكون لقاءنا بريتشارد الثالث لجعفر القاسمي. 30 جويليا ألدان للصغار وللكبار كذلك. 31 جويليا مارسيل خليفة مع الأوركستر السيمفوني التونسي، عرض مشترك لبنان وتونس. 1 أوت يوسف ندور
اللي هو من أصدقاء مهرجان قرطاج الدولي. 2 أوت يكون لقائنا مع الفنان نور شيبة من تونس كجزء أول. الجزء الثاني مع الشاب مامي من الجزائر. 3 أوت سهرة الفادو والفلامينكو. 3 أوت النمورة في الجزء الأول، والجزء الثاني توماتيتو. ثم 4 أوت نشيد إلى تونس تقديم الفنان رياض الفهري. 5 أوت عرض من الرقص المعاصر تونسي وفلسطيني لنوال سكندراني موسيقى لجوهر الباستي. 7 أوت الفنان الكبير صبر الرباعي يقدم عرض خاص وخاص جدا مثل ما قال، لأنه أول مرة يظهر الفنان صبر الرباعي في الشكل هذايا بالإضاءة وتقديم صورة جديدة للفنان. 8 أوت عندنا لقاء مع البالي الصيني، البالي والغناء من الصين. العرض اسمه The Ancestors of Maqam. 9 أوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. 10 أوت لقانا سيكون بعرض مشترك ما بين تونس وفرنسا وسويسرا، 3 هما موجودين، منير ترودي وإريك تيفاز. 11 أوت لقاءنا الكل سيكون مع ستروماي. 13 أوت المنسية تقديم الفنان المسرحي لسعد بن عبد الله. 14 أوت سهرة طرب نشيد الحب والسلام محمد المجري بالاشتراك مع الفنان لطفي بوشناق والفنانة نجاة عطية وغيرهم من الفنانين. يوم 15 أوت ليلة على دليلة مع الفنان الكبير لمين النهدي. و16 أوت موزار أوبيرا روك وهو عرض الاختتام بالنسبة للمسرح الأثري بقرطاج. ينتهي عرض الاختتام يوم 16 أوت، وبعدها فما مفاجأة كبيرة تقدم لأول مرة وإحنا خرجناها من سياق المهرجان لأنه تتطلب انستالاسيون كبيرة. لأول مرة على المسرح الأثري بقرطاج لو سيرك دو غلاس من خلال عرض بيتر بان سور غلاس. سيكون يوم 19 و20 أوت، إذن سيتواصل المهرجان بعد اختتامه. 19 و20 أوت سيكون الموعد مع بيتر بان سور غلاس للصغار وللكبار أيضاً.